أنا فوزية القرافي مهاجرة بالديار الفرنسية 34 سنة، هذه أرملة، عندي ثلاثة الوليدات، تلبية للنداء ديال صاحب الجلالة اللي كان تيقول باش الناس يدخلوا المغاربة، الجالية تدخل تانفيستي في المغرب، أنا وحدة منهم. في 2005 جيت باش نستثمر في هاد البلاد ديالي اللي تنموت عليها وما يحيدوهاش ليا، هادي تنموت على هاد البلاد، ولكن مالوغوزمون طحت في واحد النصاب اللي غادي يتشارك معايا وغيدخل بزيرو درهم بوثائق مزوره وما نعاودش لكم شي لاخر. المهم من 2005 لحد الان الاستغلال هو اللي قابته، انا ما شاده سنتيم واحد ما شديتوش منه، ودابا دخلت مع القضاء من 2015 لحد الان، ودابا جيت باش نفسر للناس سورتو اللي كيتابعوا اللي متابعيني واللي كيعيطوا ليا واللي والجمعيات الحقوقيه اللي كيعيطوا ليا باش يعرفوا فين وصلت وفين وصلوا الملفات ديولي، باش نقول لهم فين وصل هذا الشيء. المهم كانت واحد الوكاله، واحد لو دوسي ديال الوكاله بنكيه اللي كانت مزوره اللي تحكمت عليه بستة شهور نافذه ابتدائيا، وكانت وكاينين واحد ثلاثه ديال الملفات، كاينه واحد شهاده بنكيه دخلت دخل هذا الملف، دخل المداوله اللي غيتحكم نهار 9 شهر 2 اللي الرقم ديالو هو 8238 على 2102 على 18. وكاين ملف اخر ديال نموذج بنكي مزور اللي غيتحكم حتى هو يا نهار 9 في شهر 2 اللي الرقم ديالو هو 8677 على 2102 على 18. هاد الشهاده البنكيه اللي هاد الملف الاول الشهاده البنكيه دا بها 172 مليون، وهاد النموذج البنكي دايريني بانني انا كنت مسيني اهليهم نهار 24 في شهر 8 2006 اللي لا تيستاسيون من عند لا سيغتي ناسيونال في اغاباب لان تقول بانني ما كنتش انا في هاد لادات. وكاين ملف ثالث ديال عقد البيع اللي حتى هو مزور اللي غتكون الجلسه ديالو نهار 23 في شهر 2 اللي الرقم ديالو هو 9641 على 2102 على 19. هاد ثلاثه ديال الملفات كاينين في نفس الهيئه في اكادير بالابتدائيه باكادير، وهاد الملف ديال العقد البيع كاينين فيه جوج لي دو كونطرا، جوج العقود كل واحد بتاريخ، وهاد جوج العقود مشى هو صرح بهم بالمحكمة التجارية بأكادير بجوج تواريخ وسجلهم بنفس الرقم، دير جوج تسجيلات ديال هذا وديال هذا. وهاد الملف ديال عقد البيع اللي انه تحكم واحد ديال كان عندي مع النوتير، لان النوتير مشدود في الحبس، تابعته الغرفه المشوريه باكادير الاستئنافيه باكادير مع النوتير، تابعتهم بالنصب والتهديد. ودابا من هادشي كامل اللي دا راه يفوت 3 المليار وزياده، جا مازال باغي يدي داكشي اللي بقى عندي
الدار اللي عندي دا حط عليها لاسيزي بوثيقة مزورة بكم بيالة كان مسينيها هو اللي مسينيها في 2006 هو اللي مسينيها وانا ما كنت سايقة لها الخبر ما عارفهاش حتى اللي يبينها من بعد وحط لي لاسيزي على الدار ديالي ودابا انا تنطلب من سيدنا صاحب الجلالة الله يحفظه ومن تنطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن رئيس النيابة العامة يساندوني ويشوفوا في هاد الملفات ديولي وتنطلب من الله وتنطلب من المغاربة كاملين والمغربيات كاملين في ما كانوا يساعدوني ويدعموني ودابا خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات أنا تنقول لكم لأن سابا غيفي لأي واحد سابا نامبورتوكي أنا راني دمرت مزيان دمرت نفسيا معنويا وماديا راه ستي ياسي مواجيان أنا فيسي بسبب هاد الشيء اللي وقع ومخليه أولادي مخليه خدمتي ومخليه فين كنا كل شوية طريف تاع الخبز وتنجي لهنا كل شهرين ونص أنا كاينة في المغرب ومن محكمة لمحكمة أكادير كازا الرباط جون بي بلو ونتمنى من الله وتكولي في الله كنت كبير وتنتمنى من القضاء نصفني